موجز الاخبار من قناه من شباب اهلا بكم اعلنت وزاره الصحه في غزه ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 16 مجزره ضد العائلات في القطاع المحاصر راح ضحيتها 150 شهيدا و313 جريحا خلال ال 24 ساعه الماضيه واكدت الوزاره ارتفاع حصيله العدوان الاسرائيلي الى 26900 شهيد و65949 جريحا منذ السابع من اكتوبر الماضي